تونس تعلن عن اتخاذ سياسة جديدة لتقليص الأجور والانتدابات بعد يوم من إعلان محافظ بنكها المركزي عن تعرض اقتصاد البلاد لأزمة وصفها بالمخيفة. الإعلان التونسي الجديد جاء على لسان الوزير المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى في الحكومة توفيق الراجحي، بعدما كشف أن حجم الأجور للعام الجاري تجاوز 16.5 مليار دينار، وهو ما يعادل 6.8 مليون دولار أمريكي حسب وكالة أنباء الأناضول التركية. وتتركز السياسة التونسية الجديدة على أربع آليات هي التحكم في الانتدابات واعتماد برنامج للخروج الطبيعي إلى التقاعد، وبرنامج للمغادرة المبكرة، وبرنامج المغادرة الاختياري للموظفين. السياسة الجديدة والتي تنضاف إلى إجراءات سابقة اتخذتها الحكومة بخصوص المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين ستمكن من التقليص في المديونية والاستثمار في القضايا الاجتماعية وتحقيق التنمية في الجهات. وتأمل الحكومة من وراء سياستها الجديدة في خروج 10,000 موظف على الأقل اختيارية بعد التأشير على مغادرة 5,600 في إطار برنامج التقاعد المبكر، وهو ما برره وزير الإصلاحات بأنه استثمار للدولة وأنها ليست في حاجة للانتداب. وكان محافظ البنك المركزي التونسي قد أعلن في تصريحات له مؤخرا أن البنك غير قادر على الدفاع عن الدينار، مؤكدا أن الاحتياطي الأجنبي تراجع إلى ما دون قيمة الواردات في 80 يوما، محذرا من أن الوضع الاقتصادي في البلاد مخيف.